أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن مرض نقص المغنيسيوم عند الأغنام والماعز. سوف نتعرض إلى أسبابه وأعراضه وكيفية العلاج منه، وهو ما يسمى أيضا بمرض جراس تيتاني. فيديو اليوم بنتكلم عن نقص عنصر المغنيسيوم، وطبعا بيعتبر من الأمراض التي تسبب حالات عصبية عند الماعز والأغنام. وده عبارة عن المرض تقلصات عضلية نتيجة لنقص المغنيسيوم. هنجد ان الحيوان بيرتمي ارضا، بنلاحظ ايضا حرق زيادة في حركة الارض بطريقة تشنجية تبادلية، رجل الشمال في اليمين كده عمال يرفس برجله، وبنلاحظ ايضا زيادة نزول اللعاب من الفم عليه شكل فقاعات هوائية، ونلاحظ فتح وقاف للفتحات الأنفية للحصول على الأكسجين، ونلاحظ أيضا اتساع العين وشد الجفون العلوية والسفلية. ده بقى بيخلينا نلجأ على طول إن نخمن إن ده نقص عنصر المغنيس. طيب نقيس بقى درجة الحرارة. لما نيجي نقيس درجة حرارة الحيوان في حالة نقص عنصر المغنيس، هنجدها تلاحظ ارتفاعها 41 درجة. من الأعراض أيضا اللي بتدلنا على المرض فقدان الشهية للحيوان والأكل وحدوث نقص في الوزن وهبوط ملحوظ في إدرار اللبن وشعور الحيوان بألم عند التبول وزيادة عدد مرات التبرز وارتعاش عضلي عام وعدم الاتزان والترنح عند المشي. طبعا المرض ده بيبقى شائع الحدوث في المراعي الفقيرة بعنصر المغنيسيوم، وقد تحدث أعراض نقص المغنيسيوم في الحيوان نتيجة التغذية على السلاج. ليه؟ لأن السلاج غني بعنصر البوتاسيوم بكميات كبيرة، وبالتالي تقل نسبة المغنيسيوم فيحدث خلل في توصيل الإشارات العصبية. والتشنجات والتقلصات ديت طبعا بتبان في حالة نقص المغنيس. طب الوقاية بقى، الوقاية بنقلل المواد البروتينية في العليق ونتجنب الرعي في أماكن مخصبة بالأسمدة الأزوتية. وتجنب ليه بقى تجنب الرعي في الأماكن المخصبة بالأسمدة الأزوتية؟ لأن الأسمدة دي بتتحلل إلى أمونيا في الكرش، وطبعا ده بتساعد على اختزال المغنيسيوم وتقل نسبته في دم الحيوان. أثناء فترة الجفاف بقى نراعي تغذية الحيوان بالغذاء الأخضر وإعطاء جرعة وقائية من كبريتات المغنيسيوم لمدة 3 أيام متتالية، وبنعمل على تسميد الأرض بعنصر المغنيسيوم. الارض اللي هياكلوا منها ويروا منها نستمدها بعنصر المغنيسيوم بمعدل 20 كيلو جرام للفدان قبل الرعي فيها. وللعلاج من المرض، حصل عندنا المرض ده عاوزين نعالج، بنحقن الاغنام والماعز تحت تحت الجلد، بنحقنه تحت الجلد بمحلول من الكالديماج تركيز 10% وريد، محلول الكالديماج ده وريد من 35 ل 75 صد او تحت الجلد، ممكن ندي تحت الجلد. ويمكن ان نضيف مادة كبريتات المغنيسيوم اللي هو الملح الانجليزي، خلي بالك لما نضيفها لان دي مادة مسهلة، ونراعي عدم زيادتها للاغنام والعشار حتى لا يؤثر على العش. وتعطى الأغنام بنسبة 30 ل 50 جرام للرأس في العليقة. وإلى اللقاء في الفيديو القادم بإذن الله عن مرض آخر يسبب أمراض عصبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.